أهلا بكم مع التسجيل الرابع في موضوع الجوندس. وصلنا إلى الفيزيكال إكزامينيشن. بالفيزيكال إكزامينيشن من يجيك المريض شنو الأمور اللي ممكن تفحصها به إذا كان عنده جوندس. طبعا الفيزيكال إكزامينيشن should focus on signs of liver disease. يعني أنت إيش تتوقع بالجوندس؟ يعني الكوز كله وين؟ بيا أورجن. طبعا هو هذه المسألة الأورينتيشن جدا مهمة، أنه أنت لازم يكون عندك توجه يا أورجن اللي ممكن يسوي عندك جوندس. طبعا هو الليفر أكيد، فأنت التركيز راح يكون حتى تسهل الشغلة، ركز وين؟ على اليمن، على الليفر. طبعا أمور احنا عرفنا الأسباب هي ثلاثة، الميجر كوزز هي ثلاثة اللي قلناها، هي increase production والimpaired utilization بال او uptake يسموه بالليفر، او الexecretion defect. فاحنا عندنا معناها كلها تكون قبل الليفر وفي داخل الليفر وفيما بعد الليفر. اذا نركز في الphysical examination، نركز على اليمن، على الليفر. اذا فوكس وين؟ شود فوكس اون ساينز اوف ليفر ديزيز. مثل ايش؟ يعني مثلا اذا لقينا، احفظ هاي مهمه، سبايدر انجيوماز، مثل ما مبين بالصوره، السبايدر انجيوما، الجانيكوماستيا مثلا، السبايدر انجيوماز، الجانيكوماستيا اند بالمر اريثيما. يعني ذني الامور ايضا او الساينز يجب ان تعرفهم مثل ما هن مبينات بالصور الان، وراح أركز لكم عليها لأنه دائما تنسئل بها بالسلايدات أو بغيرها أو على البيشنت. هذني ثلاث أمور مهمة اللي هي سبايدر أنجيوماس والجانيكوماستيا والبالمر إريثيما. أنت شوفني ده أعيد بها لأنه مهمة، لأن هاي أمور مهمة ودائما تنسئل بها دائما يعني، فركز عليها. بعد هاي بالنسبة للشنو الباي فيجن، يعني الامور اللي ممكن باي لوك تشوفها عند المريض، ممكن تشوفها او ممكن ما تشوفها. نجي الى الابدومينال اكزامينيشن. الابدومينال اكزامينيشن شود اسس فور ليفر سايز. طبعا اول ما نشوف شنو الليفر سايز، نفحص الليفر سايز، بعد نشوف الابدومينال تندرنس، الابدومينال نحسس البطن، الليفر نشوف الليفر هل هو بالبابل ولا هل هو اللارج اولا، نشوف هل هناك تندرنس، هل هناك بين بالابدومن، هل هناك ماسز ايضا نبحث بها بالبالبيشن. كذلك نروح للسبلين، مهم سبلينوميجالي. شنو فائدة السبلينوميجالي هنا بهالمسألة؟ طبعا السبلين مهم جدا بهاي المسائل، اللي هو دائما اربط للسبلين اللارجمنت ويا من ويا الهيموليسز. دائما اربط لي السبلين، نعيدها مره ثانيه، سبلين اربط دائما بمن؟ بالهيموليسز. هيموليسز اوكي. فالسبلينوميجالي ماي بي بريزنت، في هاي الحاله راح يدليك، هذا راح يدليك على انه هناك هيموليسز as a possible cause of jaundice. بعد ممكن نلقى palpable. شنو عندنا بعد الأورغان الثالث؟ إذا عرفنا أنه الليفر ممكن يكون palpable، وعرفنا أنه السبلين ممكن يكون palpable، وعرفنا الآن لازم نعرف شنو palpable gallbladder اللي هو الكورفوزير ساين، يسموه الكورفوزير ساين، سكتب لكم إياه واضح قدامك، اللي هو palpable gallbladder indicate شنو gallstones as a cause of jaundice. إذن ممكن أنه palpable gallbladder indicates شنو gallstones as a cause of jaundice. وهذا الساين اللي هو corvosa ساين مهم جدا انتبه له. نجي إلى مسألة أخرى، الممكن في حالة viral hepatitis، في حالة viral hepatitis usually causes شنو mildly tender liver. يعني ما تتوقع انه very tender يكون الليفر، لا mild tenderness، وخاصة بالأطفال mild tender liver with slight
to moderate enlargement. يعني ما تتوقع huge enlargement، لا slight إلى moderate في حالة شنو؟ في حالة الهيباتيتس، viral hepatitis. نلقى شنو شغلات مهمة؟ mild tenderness و slight إلى moderate enlargement. هذه المهمات ركز عليهم. عكس هذا كله ممكن انه الليفر يكون small، صح لو لا؟ ممكن يصير small، يعني مو متوقع انه يكون enlargement فقط، لا. احنا هنا في حالة اذا كان الليفر small وعندنا لازم يكون ويا شنو؟ ascites. ascites والليفر يكون small وسبلينوميغالي نلقى وياه، ونلقى spider angiomas، ونلقى gynecomastia، ونلقى بالمر اريثيما، واذر استجماتها مال شنو هاي؟ كلها خلي ببالك شنو هي، ركز عليها شنو هاي اللي عددتهن اللي هن جدا واضحات وفيري كومن، اللي هن ساينز اوف او استجماتا اوف شنو؟ سيروسيس. يسوي عندك الليفر سمول، السيروسيس اللي هو شنو؟ تشمع الكبد. هذا يسوي عندك سمول ليفر، يسوي عندك اسايتس، يسوي عندك سبلينوميغالي مثل ما موجوده بالصور، سبايدر انجيوماز، غاينيكوماستيا، بالمر اريثيما، واذر استجماتا اوف سيروسيس. اذا سجست شنو؟ ادفانسد هيباتو سيلولار ديزيز. اذا هذا السيروسيس واصل الى مرحله متقدمه جدا. اذا وصل مرحله السيروسيس يعني مساله نهائيه، يعني الاند ستيج اللي هو شنو؟ هيباتو سيلولار ديزيز، هيباتو سيلولار ديزيز اوف جوندس، يعني كوز اوف جوندس. ناخذ اخر شيء اللي هو الايز، ايضا ركز على الايز، should be checked for كايسر فلايشر رينجز. هذه الرينجز اللي هي شوفها بالصوره سموها كايسر فلايشر رينجز، اللي هن انديكيت شنو؟ انت جاوبني اياها، انديكيت شنو؟ ويلسون ديزيز. وبعدين راح ناخذه الويلسون ديزيز. اذا وصلنا الى هذه نهايه الفيزيكال اكزامينيشن. خلينا ناخذ الديفرنشال دايجنوسيس، ديفرنشال دايجنوسيس، وبعدين ناخذ دايجنوستيك ايفالويشن. بالنسبه للديفرنشال دايجنوسيس عندنا ليست موجوده في قائمه راح نقراها للجوندس، كوزز اوف جوندس. طبعا هذه الكوزز اللي موجوده هي مقسمه على شكل شنو؟ اعتمادا على الباثوفيسيولوجي. طبعا الاوبستراكشن قلنا، والانتراهيباتيك كوليستاسيس، intrahepatic cholestasis and hepatocellular diseases cause the majority of cases of jaundice. إذا مثل ما قلنا الobstruction والintrahepatic cholestasis أو hepatocellular disease، يعني مثل الهيباتيتس مثل ما قلناها، هي تشكل السبب الأعظم المن للجوندس. فإن young patients بالشباب hepatitis مثل ما قلنا هو الموست كومن كوز اوف جوندس. خليها ركز ببالك، يعني هذا الرير لا تركز عليها كلش وانما لازم تعرفها، لكن التركيز راح يكون على الموست كومن كوز. ومثل ما قلنا الهيباتيتس في الشباب او في الادلتس يشكل نسبه 75% تقريبا، وال 25% الاذر كوزز. بالنسبه للاولدر انديفيدجوالز هذول بالنسبه للشباب هيباتيتس قلنا، لكن اذا قال لك اذا قال لك بالشباب شنو الموست كومن كوز اوف جوندس، راسا راح تركز عليه من على الموست كومن كوز اللي بهالاكتيف ايج، يسموه الاكتيف ايج، يعني الايج اوف اكتيفيتي. زين بالاولدر طبعا قلنا الهيباتيتس بالادلتس وباليونج، لكن بالاولدر انديفيدجوالز راح نركز عليه من على الاوبستراكشن، يعني الأوبستركتيف كوزز بسبب الستونز أو التيومرز اللي هي مور كمان، اللي هي الستونز والتيومرز هي المور كمان. نكمل الديفرنشال دايجنوسيس أوف جوندس أوف أدلت جوندس. بالأدلت الأنكونجوكيتد عندنا الأنكونجوكيتد هايبر بيليروبينيميا مثل ما قلنا، شنو الكوزز مالتها؟ ممكن هي الانكريزد برودكشن of bilirubin، مثل ايش؟ مثل hemolytic anemia secondary to ineffective erythropoiesis، hemolytic anemia secondary to ineffective، مثل الثلاسيميا كذلك، والسيدروبلاستيك anemia
مثل ما حكيناها بالتسجيل الأول أو الثاني. والبرنيشيوس أنيميا، إذا ثلاسيميا، سايدروبلاستيك أنيميا والبرنيشيوس أنيميا. هاي بالنسبة للسبب الأول. الإمبيرد أبتيك مثل ما قلنا جيلبرت سيندروم والكريغرر نجار سيندروم، هذا هني الانكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا. الانكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا. بالنسبه للكونجوجيتد يعني احنا من ندز المريض تيست فور بيليروبين سيرم بيليروبين ديفرنشال ندز كونجوجيتد وانكونجوجيتد، يجينا الكونجوجيتد عالي نركز على الاسباب الاتيه. اول شيء الهرد، طبعا اهم سبب هو الهيباتايتس، بس احنا نمشيها حسب اللي موجود. هيرديتري كوليستاتيك سيندروم اللي هو ايضا يعتبر رير، هيرديتري كوليستاتيك سيندروم، والفولتي اكسكريشن اوف بيليروبين، دبن جونسون سيندروم، روتر سيندروم، والهيباتوسيلولار ديسفانكشن، والبيلياري ابيثيليال دامج، بعد هيباتايتس طبعا هذا مهم جدا، والسيروسيس مهم جدا، والانتراهيباتيك كوليستاسيس، دراجز مثل ما عرفناها للدراجز، والبيلياري سيروسيس، وممكن السبسيس ايضا اوف ذا ليفر، السبسيس، بيلياري اوبستراكشن هذا مهم جدا هاي بالاولدر ايجز بيلياري اوبستراكشن، وكوليدوكوليثياسيس، والبيلياري اتريزيا، والكارسينوما اوف ذا بيلياري تراكت او داكت، والسكليروسينج كولانجايتس، والبانكرياتيك كانسر، يعني هيد اوف بانكرياس كانسر هذا ايضا مهم جدا. خلصنا الديفرنشال دايجنوسيس، نلتقيكم بالتسجيل الخامس في موضوع الجوندس.